أما في ولاية النعام فقد احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر الولاية مراسم تسليم واستلام المهام للوالي الجديد مدباب إدير الذي كان يشغل منصب أمين عام بولاية الوادي والذي عين مؤخرا ضمن ما قام به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من تغييرات في جهاز الولاة ولولاية النعام خلفا للوالي محمد حجار المنتهية مهامه وذلك بحضور كل المجالس المنتخبة والسلطات الأمنية. مصطفى دحاوي كان في التغطية. لسيد رئيس الجمهورية الذي وضع الثقة في شخصي بتعييني على رأس هذه الولاية المهمة وأقول المهمة وبالمقابل وبدوري سوف أبذل كل ما في وسعي وأسخر كل ما لدي من قوة ومن تجربة متواضعة من أجل تجسيدها على أرض الواقع. سنواصل سيدي الوالي سي حجار إن شاء الله على كل المجهودات التي بذلت من طرفكم ومن طرف كل المسؤولين على مستوى هذه الولاية إن شاء الله. وأطلب من جميع وخاصة المنتخبين اليد في اليد من أجل تنمية هذه الولاية التي تتطلب منا جميعا أقول جميعا وبدون استثناء على العمل.